أول أيام تخفيف القيود التي فرضتها ظروف الجائحة، سكان مدينة الرباط يستمتعون بجلسات المقاهي ليلاً إلى حدود الساعة 11 ليلاً بدلاً من الساعة 9. أجواء تخفيف القيود يعيشها الشارع المغربي بترحيب كبير بعد حظر التنقل الليلي الذي كان ينطلق ابتداء من الساعة 9 ليلاً إلى الساعة 5 صباحاً. قبل هاد الساعتين اللي تضافت صراحة هي واحد الحاجة اللي كنا تنتظروها، وعندها واحد تأثير اقتصادي مهم لا على المطعم ولا على العمال، ايش حاجه اللي مزيانه ونتمناو. حنا كنا تنتمناو ان تكون على الاقل 12 ولا، ولكن الحمد لله كيف ما كان الحال حسن من تسعود، لان صراحه التوقيت اللي كان من قبل كان شيء مؤثر سلبيا على المدخول ديال المؤسسه ككل. هذه مبادره مزيانه مع رغم هذا التوقيت اللي كان ديجا كان شويه ماشي في صالح لي كافي كلهم ولي ريستورون مع، ودابا هاد الساعتين كنتمناهم الله تحرك الاقتصاد وكل شيء يتحرك معنا هنا، البيرسونيل وكل شيء مساك انت هما راه لا اله الا الله محمد رسول الله، مع الله يبعد عنا الوباء ونتمناو الخير للمغرب كامل. القطاعات التي استأنفت نشاطها أو التي رفعت من عدد ساعات العمل كما هو حال المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم عرفت إخبارا ملفتا ابتداء من أول أيام التخفيف. هذه البادرة اللي دارت مزيانة بالنسبة للاقتصاد المغربي، المحلات التجارية هي تبقى محلولة والرواج، والناس تاهي عاوتاني باقي شوية ما كاين لا شتا لا والو، الناس تمرح شوية وتنفس على ذاك الضيق اللي كان، وهذا هو اللي مهم في هذه القضية. هذه أراضي تخفيف الإجراءات اللي قامت به الحكومة أو الحكومة ديال تصرف الأعمال المنتهية ولايتها، فهي إجراءات لقينا بفرح شديد لأنها غادي تنفس على الاقتصاد المغربي، وغادي تحركوا بزاف ديال الفئات اللي كانوا موقفين بحال أصحاب الصالات الرياضية والحمامات، ولكن هذا لا يعني أننا خصنا نترخاو، خصنا نبقاو محافظين على الاحترازات. الإجراءات الجديدة التي عرفت تخفيف بعض القيود التي فرضتها الجائحة أخذت بعين الاعتبار التحسن التدريجي في منح الإصابة بفيروس كورونا بالنظر إلى التقدم الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح، وتشمل هذه الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 5 صباحا، والسماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بجواز التلقيح أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.